قليل من الناس يعرفون بأن قلعة مسيلح الشهيرة هي جزء من حامات، القرية الساحلية الصغيرة بالقرب من البحر. هي شبه جزيرة، ما بيندخل إلا من ثلاث مداخل حامات. المنطقة اللي نحن عليها هلأ اسمها رأس الشقة. هيدا الممر كان تونيل عأيام الأتراك، وحتى في حده كان ممر اسمه درج روماني. طول هيدا التونيل حوالي 600 متر. هيدي طريق طرابلس بيروت. له فتحات بتودي للبحر، ترين هو ماشي يقدر ياخذ هواء منهم لانه كان على الفحم. عم نشتغل تنعمل محميه بحريه بتكون 400 متر للشمال من التونيل و300 متر للجنوب، وبدنا نعملها ممر سياحي لمنتزه لاولاد المنطقه واولاد الضيعه. كل أولاد الضيعة بيعرفوها، كانوا يمروا عليها وبيجوا لهون على البحر بيتصيدوا هون وبيرجعوا بيطلعوا.